العملاق الياباني النائم، هل استيقظ بالإعلان عن هذه الزيادة في الإنفاق الدفاعي؟ بالطبع اليابان لديها الإرادة لأن تساهم في الحفاظ على أمنها وأيضا أن تكون حليف للولايات المتحدة. الولايات المتحدة أنفقت 3 أضعاف من الإنفاق العسكري مقارنة بالصين، وهي أيضا ترسم بأن الصين تقوم بزيادة الإنفاق العسكري بشكل متسارع، وتوجه الصين قد تغير بالإضافة إلى زيادة الإنفاق العسكري. إن الصين تستفز اليابان وفيتنام والفلبين والهند وإندونيسيا، وهذه الدول كلها في نفس الوقت. وفي هذا الوضع بالطبع العديد من البلدان بالإضافة إلى الصين تقوم بزيادة الإنفاق، ولكن الولايات المتحدة تركز على الوضع في أوكرانيا حاليا. قبل هذا العدوان على أوكرانيا كانت الولايات المتحدة تتعامل مع عدد من الحلفاء في أوروبا لزيادة الإنفاق العسكري، والآن زاد الإنفاق إلى 100,000. الصين تريد أن تسد الفجوة، وأيضا اليابان تحاول أن تزيد من الإنفاق كحليف في نفس الاتجاه.